الصمد الكريم الرافع المتعال البارئ العظيم الغفار الغفور المؤخر الصبور الباعث القهار المقتدر الشكور جل شأن الله جل شأن الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، الاسم اليوم الأكرم. هذا الاسم ورد في أول سورة أنزلت من القرآن الكريم، قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بادئ ذي بدء، الله عز وجل أودع في الإنسان قوة إدراكية يتميز بها على بقية المخلوقات، ولأنه أودع فيه قوة إدراكية أصبحت عند هذا الإنسان حاجة إلى المعرفة، وهذه الحاجة يمكن أن توصف بأنها حاجة عليا. له حاجات دنيا متعلقة بالأرض، وله حاجة عليا متعلقة بالسماء. فركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فوق الملائكة. وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فالله عز وجل، لأن الله سخر لهذا الإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، أمره أن يقرأ، أي يتعلم. فطلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا العلم أنواع. قال: اقرأ باسم ربك، يعني ما لم ينقلك العلم إلى معرفة ربك فليس علماً. العلم ما هداك إلى الله، العلم ما عرفك بهذا الإله العظيم، العلم ما حملك على طاعته، العلم ما دفعك إلى التقرب إليه، العلم ما هداك إلى سر وجودك، العلم ما هداك إلى غاية وجودك. لذلك اقرأ. أما المفعول به فهو محذوف، وحينما يحذف المفعول يطلق الفعل. يعني اقرأ في الكون، الكون قرآن صامت، واقرأ في القرآن فهو كلام الخالق، واقرأ في سيرة النبي فهو قرآن يمشي. يعني اطلب العلم.
ما لم يطلب الإنسان العلم لا يؤكد إنسانيته. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. إلا أن العلم له شأن آخر، لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاً. اقرأ باسم ربك الذي خلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الخالق وحده ينبغي أن يعبد، الجهة التي صنعتك ينبغي أن تتبع تعليماتها. اقرأ باسم ربك. يمكن أن نسمي هذه القراءة الأولى قراءة البحث والإيمان، قراءة البحث والإيمان. اقرأ باسم ربك. العلم مرتبط بالإيمان، وما لم ينقلك العلم إلى الإيمان فليس علماً، وقد يكون ذكاءً ليس غير. لذلك قالوا: ما كل ذكي بعاقل. إنسان عنده دماغ يمكن أن يفهم دقائق الأشياء، فاختص باختصاص نادر وجلب له هذا الاختصاص دخلاً كبيراً فلكياً، هذا ذكي جداً. لكن ما لم تعرف سر وجودك وغاية وجودك، ما لم تعرف الخالق والرب والمسير، ما لم تعرف أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، فلست عاقلاً. فالعاقل من عرف الله، وأرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وفي بعض الأدعية: يا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. اقرأ باسم ربك الذي خلق. تجاوز الحاجات السفلى إلى الحاجة العليا، ابحث عن الحقيقة، اعمل بها. والعصر، يقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته زمن أنه خاسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. لو واحد دخله اليوم مليون دولار اليومي ولم يتعرف إلى الله عز وجل، فهو بنص هذه الآية خاسر، لأن هذه الدنيا تنتهي بالموت، والموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي، ينهي ضعف الضعيف، ينهي غنى الغني، ينهي فقر الفقير، ينهي وسامة الوسيم، ينهي دمامة الدميم، ينهي أمن الآمن، ينهي خوف الخائف. الموت ينهي كل شيء. فلذلك ما لم تتعرف إلى الله، وما لم تتحرك وفق منهجه، وما لم تدعو إليه، فأنت خاسر. وبإمكانك أن تتلافى الخسارة بأن تعمل في هذا الوقت الذي سيمضي عملاً ينفعك بعد مضي الوقت. لذلك دائماً اجعل هذا المقياس الدقيق. أي حركة، أي نشاط، أي مسعى له أثر بعد الموت، هذا ينفعك. وأي نشاط وأي حركة تنتهي عند الموت لا قيمة لها، هذه من الدنيا. لذلك دخلوا على سيدنا أبي عبيدة الجراح، وكان قائد الجيوش الإسلامية في الشام. دخلوا على غرفته فيها قدر ماء مغطاة برخيف غبس، فيها قدر ماء مغطاة برغيف خبز وسيفه معلق. قالوا: ما هذا يا أمين هذه الأمة؟ قال: هو للدنيا وعلى الدنيا كثير، ألا يبلغنا المقيل؟ لذلك الدنيا لأنها تنتهي بالموت ليس لها شأن عند الله،
لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إذاً لا بد من أن نبحث عن الحقيقة، ولا بد من أن نتحرك وفق هذه الحقيقة، ولا بد من أن ندعو لهذه الحقيقة. وقد يكون هناك عقبات، وقد تكون هناك صوارف، فلا بد من الصبر. إذاً والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذاً أول قراءة ينبغي أن تقرأها قراءة البحث والإيمان. ابحث عن الحقيقة، ابحث عن الذي خلقك، تساءل لماذا خلقت، لماذا أنا في الدنيا، ما العمل العظيم الذي ينبغي أن أفعله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني العلم ما انتهى بك إلى الإيمان، فإن لم ينتهي بك إلى الإيمان فهو ذكاء فقط، والذكاء ينتهي عند الموت، هو ذكاء أو ثقافة. أما العلم الذي أراده الله حينما قال الله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، العلم الذي أراده الله أن تتعرف إليه، وأن تتعرف إلى منهجه، وأن تحمل نفسك على طاعته، وأن تبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس. هذه القراءة الأولى قراءة البحث والإيمان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأقرب آية إليك نفسك التي بين جنبيك، ألم نجعل له عينين؟ بالشبكية في 130 مليون عصي ومخروط، بالمليمتر مربع في أرقى آلة تصوير رقمية احترافية في 10,000 مستقبل ضوئي، في المليمتر مربع من شبكية العين 100 مليون مستقبل، 100 مليون. لذلك العين تفرق بين 8 ملايين لون. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ الله أكرم، أكرمك بماذا؟ بالبيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. بالبيان يتواصل الناس أرقى تواصل، التواصل البياني، يعني بالبيان تتكلم فتعبر عن أفكارك، تعبر عن مشاعرك، بالكلام تنتقل العلوم من إنسان إلى إنسان بالمعاصرة، ومن جيل إلى جيل بالكتابة، ومن أمة إلى أمة بالترجمة. لذلك الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هذه القراءة الأولى، أكرمك الله بأن منحك نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد. إنه الأكرم، وأكرم اسم تفضيل، وهذا الاسم ورد معرفاً بأل، مراداً به العالمية، دالاً على كمال الوصفية. الأكرم، لا عطاء يعدل عطاءه، منحك نعمة الإيجاد. والإيجاد إلى متى؟ لا إلى الموت، الموت نقطة، محطة في الطريق، محطة. كل نفس ذائقة الموت، لا تموت لكنها تذوق الموت، وفرق كبير بين أن تذوق الموت وبين أن تموت. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. الإنسان خلق ليبقى إلى أبد الآبدين، بس يبقى في جنة عرضها السماوات والأرض، أو في نار لا ينفد عذابها. البقاء مستمر، لكن إما في جنة أو في نار. لهذا أيها الإخوة، يعني أكبر خسارة يمكن أن نتصورها أن تخسر الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذه القراءة الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأقرب آية لك نفسك التي بين جنبيك. ف
فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هذا الماء الدافق 300 مليون حوين، تحتاج البويضة إلى حوين واحد. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أمر إلهي. لذلك هذه القراءة، اقرأ باسم ربك، اقرأ ولتنتهي قراءتك إلى معرفة ربك، اقرأ ولتنتهي قراءتك إلى معرفة سر وجودك وغاية وجودك. في قراءة ثانية متعلقة باسم الأكرم، القراءة الثانية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ماذا منحك؟ نحن موجودون. لو اطلعت على كتاب نضدت حروفه قبل تاريخ ميلادك، أثناء تنضيد حروف هذا الكتاب أنت من؟ لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ إطلاقاً، ما لك وجود، ما لك اسم، ما لك اسم بالنفوس، ما في لك اسم بأي مكان، لم يكن لك وجود. إذاً الله عز وجل أكرم، يعني منحك أكبر عطاء أنه أوجدك، منحك نعمة الإيجاد، أوجدك وأودع فيك حاجات، أودع فيك حاجة إلى الهواء، والهواء موجود بنسب رائعة، لو أن هذه النسب تغيرت لاحترق كل ما في الأرض، الأكسجين إلى الآزوت. منحك نعمة الإيجاد ومنحك نعمة الإمداد، وهذا الكون سخره لك بالنص القرآني، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. ما نوع التسخير؟ قال تسخيران، تسخير تعريف وتسخير تكريم. كل شيء في الأرض مسخر لك تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. يعني إذا قرأت كتاباً عن العسل ذابت نفسك بهذا الشراب الذي فيه شفاء للناس، وقد لا يتاح لك أن تلعق لعقة عسل واحدة، لكنك إذا عرفت الله من خلال العسل حققت الهدف من العسل، أنه عرفك بالله. والذي يأكل العسل ليلاً ونهاراً ولم يفكر في هذا الشراب الذي جعل الله فيه الشفاء للناس، عطلت أكبر هدف من خلق هذه الآية. تأكد أن أي شيء في الأرض له وظيفتان، له مهمتان، سخر لك تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. تماماً كما لو قدم لك صديق هاتفاً في خصائص مذهلة من اختراعه وقدمه هدية لك، أنت دون أن تشعر ينطوي قلبك على شعورين، شعور الإعجاب بهذا الاختراع وشعور الامتنان لأنه هدية. فدقق لما قال النبي الكريم نظر إلى هلال قال هلال خير ورشد، هذا الكون مسخر لنا تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت، دقيق الآن، حققت الهدف من وجودك. فإذا حققت الهدف من وجودك توقفت المعالجات الإلهية. الآية ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لأنه منحك الكون، لأنه سخر لك الكون تسخير تعريف ينبغي أن تؤمن، ولأنه سخر لك الكون تسخير تكريم ينبغي أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك، إذاً تنتهي المعالجات. يعني طبيب قرر استئصال كلية، قبل أن يستأصلها عمل فحص تعمل وانتهى، ألغى العملية.
فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. لذلك ربك الأكرم ينبغي أن تكون قراءتك إلى الكون قراءة شكر وعرفان. أول قراءة، قراءة بحث وإيمان. القراءة الثانية، قراءة شكر وعرفان. منحك نعمة الإيجاد، منحك نعمة الإمداد، في هواء، في ماء، عذب، زلال، في زوجة، في أولاد، في طعام، في شراب، في فواكه، في معادن، كل شيء فيه. لذلك القراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان. ما لم يمتلئ قلبك شكراً لله فأنت بعيد عن الإيمان. لذلك أول كلمة في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. منحك نعمة الإيجاد، منحك نعمة الإمداد، منحك نعمة الهدى والرشاد. أما الهدى أيها الإخوة هو على أنواع. أول هدى هداك إلى مصالحك، يعني لما الإنسان تكسر يده مصمم اليد على أن تلتئم، حينما يجرح الجلد مصمم على أن يلتئم، هذاك إلى مصالحك. أنت ماشي عمل لك قدمين لطيفتين بس بيقابلهم جهاز توازن، لولا جهاز التوازن لما أمكنك أن تمشي على قدمين. لذلك الميت لا يقف، ما في توازن، لأنه بالتوازن ثلاث قنوات متداخلة فيها سائل وفيها أهداب. لما بتميل السائل بيبقى مستوي، بيرتفع بمكان دون مكان، بالمكان المرتفع فيه أهداب بيصلح الإنسان. لولا جهاز التوازن ما في إنسان يمشي على قدمين، ما في إنسان يركب دراجة بجهاز التوازن. إذا هذاك إلى مصالحك. الطعام فيه سم تتقيأه، الجرثوم دخل في جهاز مناعة. ثم هداك بالوحي، جاءك وحي من السماء بيّن لك من أنت، أنت المخلوق الأول، لماذا خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأول هداية هداية المصالح، ثاني هداية هداية الوحي، ثالث هداية هداية التوفيق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. التوفيق هداية. أنت فكرت في خلق السماوات والأرض، تمنيت أن تقدم عملاً بين يديك يمنحك المال، يمنحك القوة، تمنيت أن تكون داعية يطلق لسانك في التعريف به، منحك نعمة الإمداد، وفقك. آخر هداية إلى الجنة، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هداك إلى مصالحك. يعني الطفل أول ما بيولد لو أنه مال بيتابع الميل حتى يقع، بعد ثلاثة أشهر بيكون جهاز التوازن بدأ يعمل، لو أنت ميلته بيعمل بيجلس. هي هداية، هي هذاك إلى مصالحك. أيام التقيؤ هو إخراج ما في المعدة، بيكون الطعام فاسد، إذا في فساد الإنسان بيتقيؤه، إذا كان الجنين في تشوه يسقط، السقط هو جنين مشوه. ففي أشياء بالطب وأشياء بالتشريح وأشياء بالفيزيولوجيا مذهلة. نعم، السعال، السعال في أشعار هدبية بالقصبة الهوائية تتحرك نحو الأعلى باستمرار، وحتى الآن لم تنجح زراعة الرئتين، لأن الذي تزرع رئته لا يسعل، والسعال أساسي في سلامة الرئة، أساسي في سلامة الرئة. فالسعال هذاك إلى مصالحك، التقيؤ هذاك إلى مصالحك، التوازن هذاك إلى مصالحك، الآن أعراض الأمراض هذاك إلى مصالحك، لكل داء دواء. البارحة ذكرت
يعني الطبيب من إنجلترا درس بأمريكا، عين مع شركة عملاقة في الصين، حكم واحد ياباني. طيب هو إنجليزي ودرس بأمريكا وعمله بالصين والمريض ياباني، لو ما في بنية واحدة للبشر، بنية تشريحية واحدة ووظائف فيزيولوجية واحدة، ما في طب كان. هذا التوحد. أما يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع. كل إنسان له شكل وجه، له هوية، قزحيته هوية إلى آخره. إذاً منحك نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد. الهدى هداك إلى مصالحك، والهدى هداك إليه بالوحي، والهدى وفقك. هداية التوفيق. وأوضح شيء، إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. هذا معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا حول يا ربي عن معصيتك إلا بك، ولا قوة على طاعتك إلا بك، وإياك نعبد وإياك نستعين. هي هدى التوفيق. ثم يهديك إلى الجنة، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والحمد لله رب العالمين. جل شأن الله من على الأسماء، فبها ندعو وبها نخشى. جل شأن الله المبدئ المعيد المتكبر الجليل، الباقي الحسيب العدل الوكيل، المحسن اللطيف المغني الرؤوف.